المشاهدين انظروا إلى هذا ما رواه الطبري في تاريخه. تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك جزء الثالث طبع مؤسسة العالمين للمطبوعات طبع سنة 1418. ثم دخلت سنة 13 ذكر عما كان فيه من الأحداث. ففيها وجه أبو بكر الجيوش إلى الشام بعدما انصرفه من مكة إلى المدينة. وحدثني عمر بن شبه عن فلان عن فلان. ثم وجه أبو بكر الجنود إلى الشام أول سنة 13، فأول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاصيس، ثم عزله قبل أن يسير وولى يزيد بن أبي سفيان، فكان أول الأمراء الذين خرجوا إلى الشام وخرجوا في 7000. إن أعزائي المشاهدين، إن أبا بكرين يعزل خالد بن سعيد بن أبي العاص ويجعل مكانه يزيد بن أبي سفيان على الجيش الذي يريد أن يخرج لغزو الشام. من هو خالد بن سعيد؟ هل تعلمون أن خالد بن سعيد من السابقين الأولين؟ إنهم رأوا أنه كان رابع أو خامس من الذين أسلموا. انظروا ما رواه ابن حجر الأسقلاني في الإصابة. هذا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة الجزء الثالث، كتبه ألفه ابن حجر الأسقلاني سنة 1429 في القاهرة. في هذا الكتاب في صفحة 147 ترجمة خالد بن سعيد. خالد ابن سعيد ابن العاصي ابن أمية ابن عبد الشمس الأموي أبو سعيد، أمه أم خالد ابن خباب الثقفية من الثقفية، هو من السابقين الأولين، قيل كان رابعا أو خامسا، وكان سبب إسلامه رؤيا رآه أنه على شفير نار فأراد أبوه أن يرميه، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بحجزته. وهنالك يروي له عدة أمور. فأعزائي المشاهدين، إن الرجل هذا بل كان رابع أو خامس شخص أسلم، ولكن عزله أبو بكر وجعل مكانه يزيد بن أبي سفيان. فلماذا عزله أعزائي المشاهدين؟ عزله لأنه كان يرى الإمامة في أهل البيت عليهم السلام ولا يرى في أبي بكر وعمر. هذا ما انظروا ما رواه الطبري. هذا كتاب تاريخ الطبري الجزء الثالث طبع مؤسسة العالمين سنة 1418 في مؤسسة العالمين. ثم دخلت سنة 13 كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن مبشر بن فضيل عن جبير بن الصخر حارس النبي صلى الله عليه وآله عن أبيه كان خالد بن سعيد بن العاصي باليمن زمن النبي صلى الله عليه وآله، وتوفى النبي صلى الله عليه وآله وهو في يمن، وقدم بعد وفاته بشهر وعليه جبة ديباج، فلقي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، فصاح عمر بمن يليه مزقوا عليه جبته. هذا الرجل جاء من اليمن، أول ما رواه عمر يقول لصاحبه مزقوا عليه جبته، أيلبس الحرير وهو في رجالنا في السلم مهجور؟ فمزقوا جبته. فقال خالد يا أبا الحسن يا بني عبد مناف أغلبتم عليها؟ فقال علي عليه الصلاة والسلام أم مغالبة ترى أم خلافة؟ قال يا لا يغالب على هذا الأمر أولى منكم يا بني عبد مناف. فهذا صريح أعزتي المشاهدين، إن مخالفة عمر كان مع هذا الرجل
خالد بن سعيد لأنه كان يرى الإمامة في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويقول لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أغلبتم على أمر الخلافة، وإن هذا الأمر يجب أن يكون فيكم. فقال عمر: فضل الله فاك، والله لا يزال كاذب يخوض فيما قلت، ثم لا يضر إلا نفسه. فعمر، إن عمر أهانه، وإن عمر شتمه، وإن عمر بل قال له: أنت كذاب وهذا الأمور. فأبلغ عمر أبا بكر مقالتاه، إن عمر بليغ. ماذا فعل؟ أتى بما قال خالد بن سعيد إلى أبي بكر، إنه يقول عبد مناف بني عبد مناف إنهم أولى بالخلافة من أبي بكر. فلما عقد أبو بكر الألوية لقتال أهل الردة عقد له في من عقد، فنهاه عنه عمر وقال: إنه لمخذول، وإنه لضعيف تروئة، ولقد كذب كذبة لا يفارق الأرض مذل بها وخائث فيها، فلا تستنصر به. فإن عمر قال: لا تستنصر به، لأنه قلبه يميل إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فإن أبا بكر لم يحتمل أبو بكر عليه، وجعله ردءا بتيماء، أطاع عمر في بعض أمره وعصاه في بعض. فإذا نرجع إلى رواية قبلها. قال أبو جعفر: وكان سبب عزل أبي بكر خالد بن سعيد فيما ذكر ما حدثنا ابن حميد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أن خالد بن سعيد لما قدم من اليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تربص ببيعته شهرين، يقول: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لم يعزلني حتى قبضه الله. ولدقي أبي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، فقال: يا بني عبد مناف، لقد طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم. فأما أبو بكر فلم يحفلها عليه، وأما عمر فاضطغنها عليه، جعلوا ضغنا في قلبه. ثم بعث أبو بكر الجنود إلى الشام، وكان أول من استعمل على ربع منها خالد بن سعيد. فأخذ عمر أتؤمره وقد صنع ما صنع وقال ما قال، فلم يزل بأبي بكر حتى عزله وأمر يزيد بن أبي سفيان. فإن أبا بكر أعزتي المشاهدين عزل من؟ عزل خالد بن سعيد. لماذا؟ لأنه ما كان أبا بكر أهلا للخلافة، وكان يرى الخلافة في بني عبد مناف، إما في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إما في قومه من بني أمية. فلأجل ذلك عزله وجعل يزيد بن أبي سفيان مكانه، وهو الرجل من السابقين الأولين، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد بن أبي سفيان من الطلقاء. فإذا إذن يثبت لنا إن تولية الجيوش والإمارة على الجيوش وتأمير الأمراء على الجيوش كان على حساب سياسي، كان على حساب سياسي، وكان على حساب التحزب الأحزاب، ولم يكن على حساب سابقة في الدين. فهذا يثبت لنا أولا تأمير يزيد بن أبي سفيان على الجيش الذي خرجت إلى الشام، وثانيا وعد أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان بأنه يوليه الدمشق، ذلك كان على حساب سياسي دقيق مضبوط لكي لأجل مصالحهم السياسية ولأجل نصرة حزبهم في هذه السياسات. أعزائي المشاهدين، إنهم قد رووا في كثير من كتبهم إن يزيد بن أبي سفيان كان أميرا على الجيش الذي قدم على الشام، على أحد أرباع كان على واحدها يزيد، ولم يكن عليه أي أمير، وهو أول شخص بل ولى الدمشق في زمن عمر من المسلمين. هذا كتاب فتوح الشام، بل للواقدي، فتوح الشام للواقدي الجزء الأول، تبقوا منشورات محمد اللي بيثون دار الكتب العلمية. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 5
بلي فتوح الشام إقبال الجند. بلي في صفحة لاحقة إن هذا هي بلي وصية أبي بكر. وصية أبي بكر في هذا الصفحة أنا نسيت الآن كان فقرة هو يقول إني وليت الشام على لمن؟ ليزيد ابن أبي سفيان. بلي عفوا إني فقد عني كتاب المعارف لابن قتيبة. كتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري تبع دار المعارف. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 345 أسماء الخلفاء معاوية ابن أبي سفيان واسم ابن سفيان صخر بن حرب. وكان أبو سفيان قد أسلم قبيل فتح مكة ووالله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقات الطائف وذهبت عينه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المغازي وهذا كذب. ثم بقي إلى خلافة عثمان فعمي قبل أن يموت. بلي وبعد ذلك وأما يزيد بن أبي سفيان أولاد أبي سفيان وأما يزيد بن أبي سفيان كان يقال له زيد الخير واستعمله أبو بكر على الشام ثم أقره عمر بعد أبي بكر وكان أبو سفيان بن حرب يقاتل تحت رأية ابنه يزيد يوم اليرموك ومات يزيد بالشام وهو عامل عمر في طاعون عمواس وذلك السنة 18 فبقي يزيد بن أبي سفيان 5 سنوات على دمشق على دمشق. وقد ذكر ذلك أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء الجزء الأول تبع مؤسسة الرسالة في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 328 يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن شمس أخو معاوية من أبيه ويقال له يزيد الخير بلي ويروي له بلي ولما فتحت دمشق أمره عمر عليها أمره عمر عليها بلي وأيضا ذكر في كتاب فتوح البلدان البلاذري يذكر أنه كان لم يكن عليه أي أمير آخر في الشام وإن أبا عبيدة الجراح لم يكن أميرا عليه. هذا كتاب فتوح البلدان للبلاذري تبع مؤسسة المعارف. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 150 قال أبو بكر للأمراء إن اجتمعتم على قتال فأميركم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفحري وإلا فيزيد بن أبي سفيان وذكر أن عمرو بن العاص إنما كان مدنا للمسلمين وأميرا على من ضم إليه وقال لما عقد أبو بكر لخالد بن سعيد كرهه عمر ذلك فكلم أبا بكر في عزله
وقال إنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب، فعزله أبو بكر. ويروي في جملة ذلك يروي بلي وروي عن الواقدي أن أبا بكر ولى عمرا فلسطين وهو عمرو بن العاص، وشرحبيل الأردن، ويزيد دمشق، وقال إذا كان بكم قتال فأميركم الذي تكونون في عمله، أميركم الذي تكونون في عمله، إذا أن كان القتال في دمشق فأميركم الذي هو أمير دمشق، فإذا لم يكن على يزيد بن أبي سفيان أي أمير، ويزيد بن أبي سفيان كان حاكما بلا منازع لدمشق أنذاك. أعزائي المشاهدين، إذا لنا حق أن نتساءل، أبا بكر وعمر حينما كان في المدينة أنذاك جميع المهاجرين والأنصار وأهل السابقة في الدين وأهل غزوات بدر وأحد وحنين والأحزاب كلهم موجودة أحياء يرزقون، لماذا إن أبا بكر يولي يزيد بن أبي سفيان إمارة دمشق؟ ويزيد بن أبي سفيان قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أثبتت لكم فيما مضى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله القائد والراكب والسائق، والراكب كان أبو سفيان، والسائق والراكب يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان، هذا الرجل الملعون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه إن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، لماذا ولوهم الشام؟ ألم يكن فيما بين المسلمين من هو أفضل في العلم في الفقه في خدمة الدين له سابقة أكثر من الطلقاء ومن المؤلفة قلوبهم؟ ودمشق، ودمشق كما قلت لكم وكان أكبر بلد وأكثر بلد عمارة وثروة وغنى أنذاك في العالم، لماذا ولوا هذا البلد إلى أعدى عدو للإسلام والمسلمين الذي أبي سفيان وولده يزيد بن أبي سفيان؟ إنهم رووا في كتبهم، أعزتي وإخوتي، في كتبهم انظروا ماذا هم رووا، هذا كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ الحاكم النيسابوري، طبع دار الفكر، طبع سنة 1430 دار الفكر بيروت، صفحة 22، كتاب الأحكام، كتاب الأحكام رقم الرواية 7175، يروي بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، هذا حديث سهل الإسناد ولم يخرجه. وقد روى الوكيع في أخبار القضاة عن أبي بكر وعمر عن عمر بن الخطاب عدة روايات في ذلك، أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان تبع عالم الكتب، في هذا الكتاب أعزتي في صفحة 52 هذا باب ما جاء في من استعمل رجلا وفي الناس من هو أعلم منه أو استعمل رجلا فاجرا. الرواية الأولى عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ولى أحدا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله. قال عمر رواية ثانية عن عمر بن الخطاب من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو فاجر مثله. الرواية الثالثة أن أبا سعيد الخير أبا سعد الخير قال قال عمر لا يستعمل الفاجر إلا فاجر، وعن ابن عمر قال لا يولي الخائن إلا خائن، لا يولي خائنا إلا خائن. أعزائي المشاهدين، إن كون شجرة أبي سفيان
ويزيد بن أبي سفيان ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بروايات صحيحة، فلماذا أبو بكر وعمر إنهما وليا أبا سفيان يزيد بن أبي سفيان الدمشق وهو أكبر ولاية عن ذاك؟